انتهى العيد وعادت الحياة لتدور عجلتها شيئا فشيئا في المكلا وبقية مدن حضرموت، حيث عادت العديد من المؤسسات والمرافق العامة فتح أبوابها من جديد لخدمة المواطنين بعد انتهاء فترة الإجازات. تم تشكيل لجنة فنية متكاملة وتم النزول الميداني على جميع المرافق والوحدات الإدارية، وتبين في المرحلة الحالية نسبة الحضور ممتازة وتفاعل جميع الإدارات بالحضور إلى مكاتب العمل، ولكن توجد بعض الصعوبات الوضع الحالي من المواصلات خصوصا ما يتضل المناطق البعيدة مثل بناء الشحر والديش الشرقية والغيل والمناطق الرياف المكلا. محافظ حضرموت اللواء أحمد بن بريك كان بدوره قد نفذ نزولات ميدانية تفقدية للمؤسسات والمرافق العامة في مدينتي المكلا والشحر، اطلع خلالها على مدى الجاهزية فيها ومن بينها المستشفيات وميناء الشحر الاستراتيجي. زيارة المحافظ لعدد من المدن والمؤسسات جاء ليؤكد على مساعي السلطات لإعادة تثبيت مظاهر الحياة والدفع بالمحافظة صوب الاستقرار. ومع عودة فتح بعض المؤسسات لأبوابها، لا تزال هنالك مؤسسات وأجهزة هامة تنتظر دورها، ومن بينها مصلحة الهجرة والجوازات والتي تقول السلطات إنها بصدد إعادة تشغيلها خلال الفترة القريبة. بندش إن شاء الله الأسبوع القادم فتح الجوازات وإصدار الجوازات من داخل حضرموت لإقليم حضرموت، وهذه الجوازات أصحاب المهرة وأصحاب شبوة وسقطرة وهكذا بيكون مركزهم الرئيسي في المكلا. والحال مشابه بالنسبة لأجهزة القضاء وما تمثله من ضرورة حتمية للمواطنين، حيث أن المحاكم والنيابات لا تزال مغلقة أبوابها منذ مطلع إبريل 2015 حينما سيطر تنظيم القاعدة على المدينة. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.